أهلا بكم من جديد. كارثة الأربعاء الأسود أو كارثة سيول جدة ما زالت مشاهدها لا تغيب عن أعين كل مواطن سعودي وعربي أيضا، وأثرها في النفس لن يمحى بسهولة، خاصة وأن المشاهد التي بثت على شاشات التلفزة لم يستطع الكثيرين استيعابها. في هذه الفقرة نحلل كارثة السيول في جدة من الناحية النفسية، ونستضيف من استديوهاتنا في الرياض الدكتور محمد بردي أخصائي الطب النفسي. مرحب فيك برنامج يا هلا. يا هلا وحياكم الله، وأنا سعيد بتواجدي معكم وأشكركم على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. يعني في البداية حابين نعرف أكثر، هل ممكن أن تؤدي هذه الكارثة إلى صدمة نفسية للأهالي أو المتضررين، أو يعني شيء هيك خوف تسبب لهم، أو نوع ثاني يعني من الصدمات؟ ويا ريت تخبرنا عن نوع هذه الصدمة، شو ممكن يكون؟ هل هناك أنواع متنوعة لهذه الصدمة أو صدمة واحدة فقط؟ طيب، إذا جينا نتكلم عن الصدمات النفسية، طبعا كلمة أو عبارة صدمة نفسية هي عبارة يعني تستخدم في العامية، طبعا ما تستخدم في الطب النفسي، واللي فيها نستخدم عبارات أدق لوصف الصدمات. لكن لو جينا نعرف الصدمة النفسية فهي الاضطرابات اللي تحصل داخل الإنسان، سواء اضطرابات عاطفية أو نفسية، والتي تحدث بعد تعرض لهذا الإنسان إلى حادثة أو أزمة نفسية حادة. طبعا في حالة الكارثة جدة، طبعا هي كارثة طبعا كبيرة زي ما شفنا في الصور، صراحة كانت يعني جدا مؤلمة بالفعل. وأعتقد أنه مما لا شك فيه أنه اللي تعرضوا لهذه الحادثة سواء كانوا ضحايا أو أقرباء الضحايا أو تعرضوا لها من بعيد أو من قريب، أو حتى اللي بعض اللي يشاهدونها، حيمروا بصدمة نفسية أو يدخلوا في حالة مرضية لو كنا أدق بشكل دقيق أكثر. يعني أكيد. طيب دكتور محمد، عايزين نعرف حضرتك دلوقتي ايه هي ابعاد الكارثه نفسها اللي اصيبت بيها المجموعه السكانيه دي، نقدر نقول اللي اتاثرت بالكارثه؟ ابعادها النفسيه يعني قصدك؟ اكيد مظبوط. طبعا زي ما هو احنا وانا قاعد اشوف برضه في الفتره الاخيره هذه الصور في الجرائد والصحف، نشوف الفيديوهات والمنتجات في النيوز، وعندكم برضه الفيديو اللي عرضتوه قبل شوي، نشوف طبعا يعني شيء كبير وكوارث، يعني كارثه كبيره، وبصراحه ازمه كبيره يعني، وفيها خسائر كبيره سواء خسائر ماديه او خسائر جسمانيه، وفيها خسائر في الارواح. فانا اعتقد انه بما لا شك ان ابداع الكارثه هذه على الناس اللي تعرضوا لها حتكون كبيره، وراح نجد مجموعه كبيره من الناس قد يدخلون في حالات مرضيه نفسيه او صدمه نفسيه زي ما ذكرنا بسبب الشغله هذه. دكتور محمد، يعني بسؤالي في بدايه اللقاء سالتك أي نوع من أنواع الصدمة بتكون؟ هل تختلف أنواع الصدمة من ناحية هذه الكارثة من حسب العمر، الجنس؟ يا ريت تخبرنا بتفصيل أكثر. طبعا زي ما ذكرت لك، احنا الصدمات الصدمة النفسية أو الصدمة العصبية هي يعني كلمة أو عبارات عامة تستخدم في العامية أكثر منها يعني تدل على حالة مرضية دقيقة نستخدمها في الطب النفسي. لكن لو جينا نتكلم بشكل يعني محدد اكثر فاحنا نسميها عاده الحاله المرضيه. وفي حاله مرضيه معروفه عندنا في الطب النفسي تاتي عاده بعد الحوادث او بعد الكوارث، اسمها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر، هذا بالانجليزي، والترجمه الحرفيه لها حتكون مرض ضغط ما بعد الصدمه او ما بعد الحادثه. فهي حاله مرضيه تصيب الناس طبعا في جميع الاعمار، يعني كبير او صغير، تعتمد طبعا على حسب حجم الكارثة وحسب شخصية الإنسان نفسه، كيف كان قبل الحادثة وقدرته على التكيف مع الصدمات. فنعم موجودة، لكن هي يعني هذه الحالة اللي قلت لك عليها اللي عادة نشوفها عندنا في الحالات في العيادات. أكيد. طيب دكتور، لو قال حضرتك دلوقتي مثلا أحد الأشخاص اللي أوريدي تعرض لصدمة بالفعل من الكارثة نفسها، وقال حضرتك يعني أنتوا بتتعاملوا معاه إزاي؟ إيه طرق العلاج المفروض تتعاملوا بيها معاه؟ هل بتعتبروه مريض نفسي ولا بتعتبروه مريض لصدمة مؤقتة وبيخرج منها بعد كده؟ طبعا احنا يعني نعتبرهم يعني دخل في حالة مرضية بدون شك، اللي تجيها أعراض، تجيها أعراض الصدمة النفسية زي ما ذكرت أو الحالة المرضية اللي ذكرتها لكم بعد الحادثة، نعتبر هذا الإنسان يعني في حالة مرضية نعم، ويحتاج إلى علاج. فيجب أن نساعده طبعا ويجي عندنا مثلا في العيادة، أو المفروض طبعا المفروض. طب يعني طريقة المساعدة نفسها يا دكتور بتبقى إزاي؟ طريقة المساعدة طبعا لو حصل في مجموعة كبيرة من الناس زي ما حصل في جدة، أو مجموعة كبيرة تعرضت إلى كارثة، طريقة المساعدة طبعا في البداية تكون المساعدة الوصول لها سريع جدا، المساعدة النفسية والصحية طبعا الوصول لهم بسرعة كبيرة، لأنه كل ما تأخرنا كل ما يمكن تزيد عندهم المشاكل والقلق النفسي الداخلي. هذه أول خطوة.
ثاني خطوة أتوقع أنه يجب عليهم كلهم التعرضوا لهذه الحادثة، في حالة طبعا في حالة جدة، كارثة جدة أو بشكل عام كل يتعرضوا لحادثة، أنهم يعرضوا على فريق متخصص، فريق أخصائيين نفسيين، في إيش من أطباء نفسيين، أخصائيين نفسيين وكذلك أخصائيين اجتماعيين، يجلسوا معهم ويقيموا حالاتهم النفسية ليشوفوا اللي عنده حالة مرضية ولا لا، وحتى اللي ما عنده حالة مرضية المفروض أن نشوفهم ونعمل لهم زي الكاونسلنج او نعمل لهم الدعم عشان ما يدخلوا في قلق وتعب اكثر. نعم. يعني دكتور محمد، حضرتك اخصائي الطب في الطب النفسي، يعني حاب اسالك سؤال ممكن يخطر على بال اي مشاهد، يعني في حاله معالجه هؤلاء الاشخاص اللي تعرضوا لهالصدمه بعد كارثه جده، برايك بتكون هي تاثيرها اكثر بمين؟ الصوره بتضلها راسخه في بال مين اكثر شيء؟ في بال الطفل، المراه، الرجل، مين اكثر شيء؟ مين حيكون اصعب شيء علاجه؟ نعم، احنا نتكلم هنا في الحالة هذه عن العوامل اللي ممكن تكون موجودة في الشخص قبل الحادثة، وممكن نقول انه هو معرض اكثر انه يدخل في الحالة المرضية هذه. طبعا في البحوثات طبعا يجروها برا عندهم هناك، وجدوا انه الناس المعرضين اكثر للعرضة لحدوث الدخول في الحالة المرضية بعد الحوادث او الكوارث هم اللي مثلا تعرضوا الى ازمات وكوارث وهم اطفال طبعا. طيب، وجدوا أن الإناث أكثر عرضة من الرجال في الدخول في الحالات المرضية. طيب، بالنسبة للعمر الجميع ممكن يدخل في الحالة المرضية هذه، ما في يعني عمر محدد نقول أنه هو أكثر، لكن هي منتشرة أكثر في الشباب يمكن أكثر لأنهم هم أكثر عرضة لهذه الأمور. نعم. طبعا برضو بعض العوامل الأخرى اللي ممكن تدلنا على أنه واحد ممكن واحد يدخل في الحالة المرضية هو وجود تاريخ عائلي مرضي نفسي في العائلة، مثلا عائلتهم عندهم اكتئاب أو قلق، ف إذا أمه مثلا عندها اكتئاب احتمال أنه حتى الشخص هذا تعرض للكارثة قد يدخل في هذه الحالة المرضية. كذلك بعض الصفات الشخصية، بعض المرضى اللي عندهم شخصيات معينة عندنا في الطب النفسي اللي لا يستطيعون التكيف مع الضغوطات النفسية حيدخلوا في الحالة المرضية بشكل أسرع بدون شك. طيب دكتور، بالنسبة كمان للأطفال اللي كانوا موجودين وعاشوا نقدر نقول الكارثة في الوقت دوت، هل على المدى البعيد الكارثة دي أو الصدمة ممكن تفضل مؤثرة في حياتهم ولا هي فترة مؤقتة وبيطلعوا منها إن شاء الله؟ هو طبعا بدون شك إذا دخلوا الأطفال طبعا حساسين جدا ويمكن يدخلوا في الحالات هذه أسرع من غيرهم. فأنا أعتقد أنهم الأطفال اللي تعرضوا للكارثة هذه حيدخلون في أزمة بدون شك، ممكن تكون أزمة الآن حالية أو ممكن زي ما ذكرتي يعني يخزنها الطفل في عقله الباطن وينساها الفترة هذه، وممكن في المستقبل بعد ما يكبر ترجع له مرة ثانية ويدخل في أزمة نفسية جديدة ثانية، وفي الحالة هذه برضو يحتاج إلى علاج. فعلا هي ممكن تحصل الآن أو ممكن تحصل في المستقبل، تجيهم بعد فترة يعني. طبعا دكتور محمد أخصائي طب نفسي، كل شكر حضرتك أكيد، ومشاهدينا هننتقل معاكم أيضا لعالم الطفل اللي دايما